كلمة قالتها شادية زمان، سوق على مهلك، في رقبتك أطفال وكمان في البيت أهلك. قالوا العجلة تعيش ندمان، طبعا لإيه هنغلب روحنا، لو تتأنى يبقى أمان، وفي سكتنا بسلام روحنا. روحنا وجينا كتير لفينا، والأستاذة معانا صريحة، مش راح نقلق غيرنا علينا، بس هنسمع منها نصيحة. دايما شيك على الريداتير، أي خروجة وأي ميعاد، راعي حرارة وسرعة وغيرها، عينك دايما على العداد. دايما شيك ضغط توايرك، ضغط الشتا غير ضغط الصيف، في الشتا بنزودها شوية، أما الصيف فالضغط ضعيف. عينك دايما على المرايات، عندك أكتر من عينتين، اتنين ورا واتنين قدام، واحدة شمال على واحدة يمين. كانت كل العقبة في رخصة، وازاي بكرة هننجح فيها، بس معانا حصة في حصة، واختباراتها هنعديها. من بعديها هتروق الدنيا، زي ما شادية في يوم غنتها، والمخاليق هتقول محترفة، وكل الناس تحلف بحياتها، والإيد في الإيد هيلفوها 100% وجدعة وشطرة. هنقول طبعا لو تشوفوها أكاديمية وما في مخاطرة، دي وصية ببنودها بتقول إن السرعة ملهاش عازة، سوق على مهلك سوق على طول، امضى شادية والأستاذة. فاصل ونرجع لكم. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما وفي راحة بال. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأستاذة. النهاردة حلقة مختلفة كتير 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 عن الحلقات اللي فاتت. النهاردة معانا اتنين كباتن، مش كابتن واحدة، وللأسف ما كانش ينفع أطلع حد وحد، لأ قلت لأ الاتنين لازم يطلعوا مع بعض، لأن هما الاتنين أحلى دويتو معانا في الأكاديمية. أبتدي أرحب بكابتن هبة نجيب، وحش الاوتوماتيك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا استاذه هبه. اهلا بيك. عامله ايه؟ تمام تمام. وارحب بكابتن اسماء معتمد عبد اللطيف، عفريته الاسفلت. دي الالقاب بتاعتكم، مش جايبه حاجه من عندي يعني، وانت اللي طلعتيها علينا. احنا طلعنا يعني ايه؟ طب العملاء اللي طلعتيها علينا. هو القصه كانت يعني بتفاجئ بالعملاء، كل واحده وهي بتكتبي على ريفيو على البيج بتبتدي بقى تحكي عن عملت ايه مع وحش الاسفلت او عفريت الاسفلت ووحش المانيوال والادوار، يعني اسامي كتير في الاكاديميه، بس انتوا كنتوا مختلفين شويه عن اي كباتن. تمام. ايه اللي بيميزكوا عن اي كباتن؟ اقول انا ولا تقول انت؟ قول انت. اقول انا؟ قول. انتوا بتطلعوا على طول مع بعض. تمام. واللي يثبت الكلام ده ان انتوا لما جيتوا اشتغلتوا معايا او اشتغلتوا مع اكاديميه الاستاذه، جينا مع بعض في توقيت واحد، يعني من البدايه خالص وانتوا واقفين معايا مع بعض. تمام. طيب ده عادي ان احنا نقدم شغل مع بعض؟ اه طبعا، حاجه كويسه جدا يعني. لكن ننزل تدريب مع بعض؟ اه ده ينفع. اه ينفع طبعا. ينفع تنزلوا تدريب مع بعض؟ احنا صدفه ان الاريا بتاعتنا واحده، مكان واحد، ومواعيدنا بتبقى متنسقه مع بعض، فبننزل على اساس ان احنا بنبقى شايفين بعض في الساحه، العربيه بتاعتها للتانيه بتساعد. يعني ده هدف اصلا؟ اه طبعا. ولا هو جت بالصدفه؟ يعني بالصدفه ان انتوا شغلكم في نفس الاريا؟ هي الاول بالصدفه جت شغلتنا في نفس الاريا، وخدنا الاوردرات مع بعض، وابتدينا ان احنا ننزل الاماكن العربيه اساسا، لما يعني بنبقى شايفين بعض العربيه، لما حاجه بتعطل الكاوتش بينزل، ممكن عربيتي تعطل في الدوار نفسها، الاقي اسماء ساعدت، او العكس بتبقى معايا على التليفون. بالظبط. او العكس، يعني هي بتساعدك وانت بتساعديها. طب يا اسماء انت معلش بقى، يعني احنا مفيش القاب هنا يعني على الهوا، يعني انا حابه ان انا اتعامل معاكم، ننسى خالص ان احنا قدام شاشه التلفزيون، لا احنا بنتكلم دلوقتي مع بعض. بتنزلي بتعلمي مانيوال؟
تمام. بيتقابلك مشاكل كتير اكيد غير الاوتوماتيك، احنا عارفين ان المانوال مشاكله مختلفه عن الاوتوماتيك. تمام. بس مشاكل الاوتوماتيك لو اتحطينا فيها بتبقى ازمتها اكبر. بالظبط. عايزين نتكلم عن الموضوع ده، مشاكل المانوال ايه ومشاكل الاوتوماتيك اللي بتقابلنا ايه. انا لسه لا نتكلم في المانوال الاول. عايزين نتكلم في المانوال البطاريه لما نمت. بالنسبه للمشاكل العربيه، اول حاجه ممكن تواجهنا هي مشكله البطاريه. مشكلتها ان تيجي تدور عربيتك مفيش، في كذا حاجه ممكن البطاريه دي اول حاجه. طب البطاريه دي موجوده في المانوال الاوتوماتيك؟ موجوده في الاثنين. لا انا عايزه الحاجه اللي تخص المانوال، لان في ناس كتير جدا ما بيح... مش عايزين. هي انا هقول لحضرتك يا كابتن، هي البطاريه حاجه مهمه قوي، بس في المانوال هينفع تزقيها وترميلها على التاني. في الاوتوماتيك مش هينفع تزقيها. طب لا عايزين نعرف ايه موضوع التاني ده. الموضوع التاني ان انت بتجيبي عربيتك من غير ما تدوري، تفتحي كونتاكت بس وتدوسي دبرياش وتجيبي الغيار التاني. واي حد كده من شبابنا ولاد الحلال بيزقونا زقه عربيتك. ده نظام اللي هو الشعبي، اللي هو انا عربيتي عطلت بطاريه وما عنديش حد قدامي دلوقتي بتاع البطاريات. ده الحل الامثل، ده البدايه. وبعد كده انت بترجعي للفني، او احنا عربياتنا فيها كلها، عربيه الاكاديميه كلها فيها الوصلتين اللي هم بناخد وصله من عربيه تانية لعربيتنا، كابلات بتاع البطاريه، وبناخد وصله وبنمشي عربيتنا. بس لازم بعد كده نرجع للفني المتخصص في المجال بتاعه. ده اللي بتتعرضي ليه. دي بتتعرضي لمواقف كتير جدا. انا سمعت بقى ان انت بتصلحي العربيه بنفسك، وده اللي حصل في عربيه كابتن هبه. ايه اللي حصل؟ بطاريه جيت ادور بعد ما شرحت للعميله، جيت ادور لقيت في تكتكه عربيتي انا الاوتوماتيك. تمام. اتصلت بكابتن اسماء، جاتني فبتقولي لا دي بطاريه. طب وحلها لانها مش هتتزق. قالت لي لا احنا كده عايزين وصله. وصله كابل بطاريه. الوصله دي اللي هي الكابل بتاع جبنا وصله ودورت عربيتي، عشان مشكله الاوتوماتيك ان هو ما بيتزقش. ما ينفعش القصه دي. لا. ايه الحاجه الثانيه اللي ما تنفعش مع الاوتوماتيك وتنفع مع المانيوال؟ يعني في عندنا يعني مواقف كتير ممكن تقابلنا، زي موقف ان العربيه ما ينفعش تدور زق في الاوتوماتيك. تمام. فبالتالي ما ينفعش اجيب لها اي حد حتى يزقها بونش، يعني لازم الونش يرفعها فوق. الاوتوماتيك كده. الاوتوماتيك كده. المانيوال سهله. لا المانيوال سهله. طيب. المانيوال سهله. احنا بيتقابلنا ناس كتير جدا مقتدره ماديا ان هم يجيبوا عربيات احدث موديل. تمام. صح؟ تمام. بس هم لسه مبتدئين في السواقه. تمام. الصح ايه؟ يجيبوا عربية زيرو ولا عربية استعمال خفيف، أو عربية قديمة شوية حلوين كده؟ إيه اللي المفروض يحصل؟ لا هو يفضل إن هم يشتروا عربية ولا هي قديمة قوي ولا هي زيرو قوي، يجيبوا حاجة وسط بحيث إن هم يبدأوا يتعلموا عليها. لو حصل فيها عطل بسيط كده أو أي حاجة بيقدروا من حكمهم إن اللي هيجي هيصلح العربية. بالزبط. هيفهموا البداية بتاعتها. طب إيه؟ معانا زينب من القاهرة. الو استاذه زينب، ازاي حضرتك؟ الو الحمد لله. ازاي حضرتك يا كابتن دهب؟ الحمد لله. انا كان ليا الشرف ان انا بصراحه اتعلمت مع كابتن هبه وكابتن اسماء، يعني استني كذا سيشن. استني يا حاج، الله يبارك لك. الاثنين مع بعض. انت بتتكلمي كابتن دهب الموضوع دوت خطير على فكره. ده انت تتسالي قانونيا. يعني كابتن هبه اوتوماتيك وكابتن مانيوال، كابتن اسماء مانيوال، صح؟ لا هي بتصادف ان يكون كابتن اسماء عندها حصه فبنتقابل ونشوف بعض وكده، بس بصراحه من الشخصيات الجدعه جدا. هما الاثنين مع بعض دويتو بجد زي العسل، ضحك والهزار. انت هتقولي لي عن تجربتي بقى مع كابتن هبه. ما كنتش حاسه خالص ان انا عميله وهي الكابتن بتاعتي، بالعكس. كنا بنضحك ونهزر وناكل مع بعض ونضحك ونغني. انا عماله اقول الموضوع كبير. موضوع يا كابتن، دي كانت بتغني وصممت ان احنا نفطر كلنا مع بعض. دي استاذه زينب. ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليكي، فكريني اكلمك بعد الهوا. يعني انت كنت مبسوطه معانا جدا بصراحه. اكتر حاجه عجبتك في الاكاديميه، بغض النظر عن كابتن هيبه وكابتن رشا، سوري كابتن اسماء اللي زي العسل، مين ايه تاني؟ ايه الحاجه التانيه الحلوه اللي عجبتك في الاكاديميه وبناء عليه حجزتي معاها؟ المصداقيه، لان كل فيديو بتحطوه على البيج وانا بتفرج عليه كنت بحس ان انا مطمنه، لان انا كان ليا تجربه فاشله مع شركه قبل كده. مش عايزين نذكر اسماء. كرهت السواقه.
تمام. لكن بعد كده بصراحة حسيت ان الموضوع فعلا كل كلمة بتقولوها حقيقية، وخصوصا لما نزلت وجربت. انا كنت اول حصة بترعش وخايفة، اول ما كنت لقيت كانت جاية لي قلبها بيدق. شكرا جدا 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 استاذة زينب على مداخلتك، ويا ريت تتابعينا باستمرار. فضحتكم. نعم فضحتكم. ايه موضوع ان انتوا تنزلوا انتوا الاثنين تدربوا عميله واحده؟ بتصادف ان احنا بنبقى احنا الاثنين في نفس المكان، يعني ممكن انت دلوقتي دي حاجه يا كابتن، انت دلوقتي اوتوماتيك تمام ممكن تعلمي مانيوال عادي صح؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه، ممكن اعلم مانيوال بس ما حصلتش يعني الوقت. بس هي في حاجه صغيره، ممكن حضرتك تبعتي لنا اوردر عميله مثلا هتسوق مانيوال وهتسوق اوتوماتيك، فبالتالي بتاخد معايا حصتين وبالتالي بتكمل مع كابتن هبه اوتوماتيك. ليه؟ لان للحظ لان للحظ استني بس هي طالبه كده، من حظها ان احنا الاثنين ماسكين الاريا. هي طالبه كده؟ لا هي طلبت ان احنا الاثنين استثنائي. طب نعملها ايه؟ طيب اسماء تاني بعديها نقعد مع بعض. حلو يا كابتن، انا عزمتها على حاجه ساعه فهي خلاص. وايه موضوع بقى اسماء بتخلي العملاء بتاعها يغنوا وهم بيتدربوا؟ يعني تغني وتطبق. واحده جايه بتقول لك بيفرق معاها. طبعا بيفرق معاها. طبعا واحدة جاية جوزها بيقول لها انت مش هتفهمي، انت مش هتسوقي، انت ايه الدريكسيون ده؟ بتقول لها انا بسوق، وتقعد تغني وتعمل وخلينا نصورها فيديو وتوريها له. حد ان جوزها كان رافض انها تتعلم، بس لما اتعلمت وافق انها تاخد العربية او صدق ان في حد بي. طبعا واتصل شكرنا. طبعا يعني في حاجة زي كده. انا بعد ما دربت عميلة معايا طلعت على طريق اسكندرية مع جوزها وراح مصورها فيديو وقال لها عشان توريها للكابتن بتاعتك. طيب على فكره الموضوع ده حصل معايا كتير جدا، يعني كتير الاقي عميله بتسافر بالعربيه وجوزها اللي بيصورها ويبعتها على الفيديو. يبقوا على فكره مشكله ان الرجاله مش مصدقه ان في ست بتعرف تعلم سواقه، او ان في ست اصلا بتعرف تسوق. الاحصائيه قالت ان الستات بتعرف تسوق. الاحصائيات بتقول كده صح؟ في جميع الدول الاوروبيه والعربيه وكل الدنيا، وما شاء الله يعني غط في الدول المتحضره عاملين لهم خط موسيقى بيمشوا عليه فعلا. فعلا الستات جامدين في كل حاجه طبعا، حتى في صيانه العربيه. تمام. العربيه تعطل معاكي هنلف ونلف ونلف ونرجع تاني لنقطه الصيانه. ليه بقى؟ عشان انا من يومين كده حبيت ان انا اكتب كلمتين على البيج واخد اراء طبعا البيج، في رجاله وفي ستات. الستات قالت ممكن نصلح العربيه، في حاجات معينه بنصلحها، وفي الرجاله قالت ده ازاي دوت وما يحصلش وما فيش والكلام ده. فعلا حصل مشاهده يعني بيننا احنا الاثنين، بين الستات والرجاله. طيب انا مع الرجاله في ان مش كل حاجه تتصلح. طب بس في حاجات بتقابلنا في الطريق، زي مثلا درجه الحراره فجاه تعلى، لازم اعمل يعني اعمل ستوب. اعمل ستوب اكيد في وقتها. اعمل ايه بالظبط؟ خلاص انا شفت ان الامبير بتاع الحراره طلع. بعد النص خلاص انا وقفت عربيتي على جنب، استنى 10 دقائق تهدى عشان السخونه بس بتاعت العربيه تهدى، وافتح القربه بتاعت الميه، هي قربه كده لونها ابيض او بيج في الكبوت، بفتحها سنه سنه عشان دي بتبقى عامله زي اشبهها لك بالحله البريستو. بالظبط. الضغط في ضغط. برافو عليك. ايوه احنا عايزين تفسير اللي هو اللي ينفع للسيدات. بالظبط. لان الستات مش هتنفع عشان هم بيحبوا الاكل فماشيه ده مع ده. هي عامله زي ضغط الحله البريستو فعلا. اول ما بتفتحي بتلاقيها نفست كده شويه، بتطلعي البخار بتاعها سنه سنه، ومجرد ما تبرد خالص افتحيها هتلاقي الميه ناقصه. بس ده بيبقى يعني خلي بالنا يا جماعه، ما حدش يفتح ابدا غطا الريداتير وهي العربيه سخنه، لان ده لا قدر الله بيحصل مشاكل كتير. معانا استاذه دعاء من القاهره. الو الو استاذه دعاء معاكي. الو مساء الخير. مساء العسل. مساء الخير كابتن دهب. مساء النور عليكي يا حبيبتي، اخبارك ايه يا دودو؟ تمام الحمد لله زي الفل. الحمد لله. بتكلمي مين فيهم؟ مين فيهم؟ عايزه اسماء ولا هبه؟ انا اسماء وهبه الاثنين. بجد يا جماعه يعني استاذه اسماء فعلا استاذه الاوتوماتيك، استاذه هبه فعلا وحش الاسفلت، فعلا انا اتبسطت جدا بتجربتي معاهم. استني يعني استاذه دعاء بجد اكاديميه الاستاذه استاذه دعاء فعلا اسم على مسمى حبيبه قلبي. انا اتعاملت مع الاثنين. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، في مكالمه كانت قبلك على طول برضو بتقول نفس الكلام انها اتعاملت مع الاثنين. لا 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 بجد يا جماعه هم يعني ثنائي ما يتوصفش بجد. والنبي انت لو يعني متوصية على ان تقولي الكلمتين دول هتقولي الكلام الحلو ده. انا مش عايزه اخلص السيشن بتاعي والله، لاني فعلا اتبسطت بيهم.
والله انا نفسي مش حابه اخلص اي حاجه معاكم يعني بجد. يعني هم استاذه اسماء واستاذه هبه، فعلا انا بشكر فعلا اكاديميه الاستاذ اللي هي اسم على مسمى فعلا. حبيبتي انت كنت بتدفعي ازاي؟ ايه طريقه الدفع؟ طريقه الدفع بالحصه، ودي حاجه مش ممكن فوق أيوة. الخيال. احكي لي كده عنها عشان في ناس كتير مش فاهمه الموضوع ده. لا 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 لا، هي الدفع بالحصه ودي سهلت عليا حاجات كتير جدا. يعني انا يعني فعلا كنت بتراجع على الاكاديميات الاخرى ان هم بتدفعي الفلوس على بعضها كله كامل بالظبط، انما دي بالحصه سهلت عليا حاجات ده حسسك جداً. بالامان اكتر، حسسك انك انت لو انت مش حابه تكملي مع الكابتن بتقولي لها باي باي، مش هخسر فلوسي بالظبط. بالظبط يعني هي حاجه، اهم حاجه ان انت كنت مبسوطه معانا وكانت تجربه بالنسبه لك ممتازه الحمد لله. جدا 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 بشكرك جدا، بشكرك جدا يا استاذه دعاء. نرجع تاني لموضوع صيانه العربيه، السخونه بتاعت العربيه. احنا يعني المشاع عند الناس كلها ان ممكن يكون العطل او سخونه العربيه سببها الميه بس. لا مش سببها الميه بس. اكيد الترموستات مثلا بتاع المروحه علق ممكن. بس الميه بتبقى 80% ده الراجح عند الناس. بس الكلام ده بيتهيألي معظم العربيات القديمه شويه. طب ما انا ممكن عندي في العربيه حديثه ممكن المروحه تعلق، ما ده يعني بيسبب سخونه العربيه. ممكن موبينه تفصل، موبينه عربيه حديثه موبينه تخلي العربيه زيت ما غيرتوش في ميعاده الزيت اللي مش نظيف بيسخن العربيه. طب انت بيحصل مع في الحالتين العربيه ممكن تدور يعني تعتل، اسمها تعتل او في الدوار. تمام. بنعمل ايه او بيبقى حل؟ في حل ليها ولا لازم فورا تروحي لمتخصص؟ لا، هي بتبقى مشكلتها الاصل حاجتين، يا اما الكونتاكت يا اما المرش. الكونتاكت اللي هو احنا بندور بيه عربيتنا، المرش اللي هو برضو بيدور العربيه بس ده حاجه راكبه في المكنه نفسها من تحت. تمام جزء. طيب هو المرش ده اكتر من الكونتاكت. في حاجه اسمها في حاجات اوتوماتيك ممكن انا الحاجه اللي في دي ممكن ان انا استعين من خلال فني او ان انا اتعامل بيها مع نفسي اقدر ان هو انا. هو في حاجه اسمها اوتوماتيك وفي حاجه اسمها شربون. هو انا بس عشان انا اسفه جدا وقت الحلقه يعني بيخلص بسرعه. هو طيب انا لو حابه بسرعه كده عايزه اقول لا قدر الله فرد الكاوتش فرقعت مني وانا مسافره في الطريق كده لا قدر الله. تمام. بسرعه اعمل ايه؟ ما تدوسيش فرامل اول ما تفرقع العربيه نهائي. الاطار اول ما يفرقع ما تدوسيش فرامل، امسكي في الدركسيون ثبتي فيه قوي وخليكي ستريت وامشي زي ما انا سايق. هي هتهدى لوحديها وتبتدي من خالص. ببتدي انا والاوتوماتيك الاثنين في الاثنين. بس بناخد حذرنا من العجل اللي قدام اهم من العجل اللي ورا، لان الدركسيون متصل بالعجلتين اللي قدام والعجلتين اللي قدام متصلين بالعجلتين اللي ورا. بصراحه انا مهما يعني اعمل معاكم، انتوا عايزين سلسله من الحلقات علشان اقدر احكي كل حاجه، بس الموضوع اللي بتاع تطلعوا مع بعض مع عميله واحده. شوفونا في حلقه جديده من برنامجكم مع الاستاذه.